حضرتك انا كان عندي نمبر من المال وعطيته لاحد يشغلهولي، فاهم المكان وكده، ف شغالين انتوا شغالين معايا ده حوالي 2 سنين من سنين المضاربة. ها؟ بس انا مضاربة، انا شغال معايا مضاربة. وبعد ذلك؟ بعد ذلك هو سمعت كده من احد المضاربين لي ان هو بس قروضة من البنك مش شغالة، هل لو خليت فلوسي اشتغلت معايا بعد كده حرام ولا؟ والله أنا أنصحك بأن تتعامل مع الصالحين، أخشى أن يحل عليك شؤم معصيته. اسحب فلوسك وشغلها مع ناس طيبين.